السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز إخباري من قناة الشروق. قرر مجلس امتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الشهادة السودانية في 12 من أبريل بدلا عن 9 من مارس، وانعقد اليوم اجتماع مجلس امتحانات السودان، وجاء قرار تعديل موعد امتحانات الشهادة السودانية بسبب تعثر الدراسة ولضمان اكتمال المقررات. عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج زيارة رئيس الوزراء لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ولقاءاته مع قادة الاتحاد الأوروبي، ووصف المجلس في اجتماع اليوم الزيارة بأنها ناجحة وإيجابية ومثلت محطة مهمة في عودة السودان إلى المجتمع الدولي. وقال وزير الثقافة والإعلام إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبروا عن حرصهم على بناء علاقة استراتيجية مع السودان. أصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء لمياء عبد الغفار خلف الله من منصب الأمين العام للمجلس القومي للسكان، وأصدر قراراً بتعيين وصال حسين عبد الله أميناً عاماً للمجلس، وذلك بناءً على توصية وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية. دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى الوسطية والاعتدال لخلق مشروع وطني للتعايش السلمي. وأوضح الوزير في ختام ورشة تأهيل الدعاة والأئمة بولايات دارفور في نيالا إن واجب كل إمام وداعية إدارة التنوع الديني ومخاطبة الجميع دون انحياز لطائفة أو جماعة. فازت السودانية هدين أنور بلقب بطل تحدي القراءة العربي للعام 19 و2000 بعد قراءتها نحو 50 كتابة، وأعلن فوز هدين باللقب في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بموسمه الرابع الذي أقيم تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد المكتوم، واستضافته دار الأوبرا في دبي. مبروك لهدين. مشاهدينا، نهاية موجزنا. مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع شروق.net. في أمان الله.